السلام عليكم ورحمة الله. دكتور محمد أشرف، هنكمل مع بعض شرح مراحل المعالجة البيولوجية لمعالجة مياه الصرف الصحي. بدأنا المرة اللي فاتت في بعض البارامترز اللي محتاجة أقيسها في معمل أي محطة معالجة صرف. وقفنا عند السي او دي والبي او دي، وشرحنا في الفيديو السابق الفرق ما بين الاثنين وبيعبر عنه. معانا النهاردة تجربة قياس البي او دي. تجربة قياس البي او دي، التجربة عبارة عن ايه؟ اول حاجة نقوم باخذ عينات من كل مرحلة. مش احنا قلنا في مرحلة بعد الترسيب الابتدائي اللي هي نهاية المرحلة المعالجة الابتدائية، المرحلة الاولى، ثم من باخذ عينة من حوض التهوية، ثم عينة من الترسيب النهائي، ثم عينه من التصوير النهائي في المعالجه الثنائيه، ثم لو في معالجه ثلاثيه باخد بعد مرحله، يبقى بعد كل مرحله باخد عينه. يبقى نقوم باخذ عينه من كل مرحله، وطبعا عينه من الميه اللي داخله في البدايه، عشان يبقى الميه ها زي ما هي از اتز، وبعدين ايه اللي حصل فيها عشان نعرف الكفاءه بتاع كل مرحله. ناخذ كل او نقوم باخذ عينات من كل مرحله، مراد قياس البي او دي عندها، ونقوم باحضار المياه المقطره، ونحسب كام لتر محتاجينه، وكل لتر يحتاج 1 مللي جرام من الأربعة. طبعا بيبقى عندي بحتاج اللتر فيه كذا مللي جرام من بعض البفرز، بعض المواد الكيميائية، طبعا مش عليك، ام جي اس او 4 والسي اي سي ال 2 والاف اي سي ال 3 6 اتش 2 او. طيب دي البفرز اللي عندنا، حلو، والفوسفات. بعض المواد الكيميائية بجيبها اللي هتدخل معايا في الاختبار. الاختبار بيعتمد على، بعد ما بجيب عينة من كل مرحلة، نقوم بإحضار عدد الزجاجات المراد لكل مرحلة قياس البي او دي، بالإضافة إلى زجاجة بلانك اللي هي الستاندرد بتاعي. إزازة مش هحط فيها مية صرف، لا هحط فيها مية مقطرة بس، عشان دي تبقى اللي ها دي الريفرنس بتاعي اللي هحكم على كل مرحله من الجزء. طيب تعالى كده، ها بعد كده هنعمل ايه؟ طبعا دي الزجاجه بتاعتي البلانك، نقوم بملئها 300 مللي جرام من المياه. طبعا كل ازازه من دول ليها رقم، مثلا 142 ده انا شايفه، ده مش واخد بالي منه، ده وده، بس كل زجاجه من دول ليها رقم، تمام، اللون الاصفر ده اهو ليها رقم. الحجم بتاعها 300 مللي لتر، 300 مللي جرام، يعني اقل من نص لتر، ده حجم الازازه بتاعتي. فبتجيب ازازه وليكن دي الستاندرد، ده الريفرنس بتاعي او الستاندرد، دي بحطها كلها ميه مقطره، ميه مقطره، حلو. طيب وبقيه الازاز بقى، ازازه 2 3 4، شايف الاطباق الصغيره دي؟ دي كانت عينات، يعني دي اللي واخد منها العينات دي، مثلا بعد دي المايه اللي داخله، دي المايه بعد المعالجه الاولى، دي بعد المعالجه الثنائيه، وهكذا. طيب حلو، بعد كده خدت مثلا بلانك وحطيت واحده، حطيت فيها كلها 300 مللي جرام فيها ميه معطره، حلو. بعد كده نقوم بقياس الاكسجين الذائب بالجهاز. طبعا في الاول بعمل ايه؟ كل عينه من دول ببدا احط فيها ايه؟ كذا مللي جرام، 10 20 30، طبعا وكل رقم هتحطه تبقى عارفه كويس علشان تستخدمه في الجدول بتاعي. يعني مثلا دي الستاندرد او مليها كلها ميه مقطره، حلو كده، وطبعا ارجها زي الحقنه بالظبط، اطلع الفقاعات من الهواء منها واغطيها كويس. طيب دي ميه مقطره، مثلا عندك ازازه تانية هتحط مثلا 10 جرام من الميه اللي داخله، الميه اللي داخله هنحط منها 10 جرام، تحط 10 جرام من ميه الصرف اللي داخل، طب والباقي ده كله تملى ميه مقطره. والثانيه تحط مثلا 10 جرام، دي الميه بعد المعالجه الاولى، تحط 10 جرام بعد المعالجه الميه الاولى من المرحله الاولى، وتملى الباقي ميه مقطره. وطبعا بلانكا رب، طب مش ده، لا ده المخبار اللي انت بتشوف هتحط 10 20 30 جرام، الكلام ده لو ده بعد المعالجه الثنائيه، تجيب واحده بلانكا رابعه زي دي وتحط فيها المعالجه 10 او 20 او 30 جرام وتملاها ميه مقطره. وبعد كده تقيس،
طبعا القياس اما بتيجي تفتح الازازه تحط جهاز بالمنظر ده ويبدا يشتغل، يبدا هو ياخد القرايه مثلا، ادي الازازه اللي رقمها 100، بفتح واحط، ها في بتبقى مروحه هنا دايره، بتحط الجهاز يقرا على الشاشه دي كام مللي جرام في اللتر. ادي الشاشه، ناخذ القراءات المتوسطه او القراءات الحراريه متوسطه الجهاز، ثم نضع العينات في الثلاجه لمده 5 ايام ونقيس بعد ال5 ايام. طبعا القرايه مثلا بتبقى ايه، اول ما يقفل القفل ده يقول لك بقى هنا 9 مللي جرام في اللتر، 10، 15، 20 وهكذا. وتحط بعد ما تقيس، تحط 5 ايام، تحط في الثلاجه 20 25 درجه مئويه لمده 5 ايام وتطلعها وتقيس تاني. الفرق في الاثنين ما بين البلانك الستاندر والعينه الثانيه هو ده مقدار الكفاءه. مش فاهم حاجه، تعال نشوف الجدول. طبعا التجربه دي والصور دي كنت انا عاملها بالفعل في احد دراسات اللي كنت عملتها في محطه زنين. طبعا بتبقى طبعا الكلام ده بيبقى دخول رسمي علشان تبدا تشتغل. ادي نموذج اختبار البي او دي، ادي الورك شيت بتاعي، كان المعمل اللي انا بدات فيه التحليل كان زنين. تكتب طبعا ده الحاجات يوميه بوقت التحليل اللي انت شغلت فيه، وادي القائم بالتحليل، وبتعمل تاريخ خروج العينه، كان تاريخ التحليل كام؟ 8/2، بعد 5 ايام 13/2 كنت بدات اخد التحليل مره ثانيه، تمام، وتاريخ جمع العينه يبقى هو تاريخ التحليل، تمام. طيب ايه اللي حصل؟ ركز بقى معايا قوي. انا عندي البلانك، البلانك اللي هو الستاندرد اللي هو الازازه اللي هحط فيها كلها 300 مللي لتر او مللي جرام، ها، ميه مقطره بس عشان دي اللي هتبقى المرجع ليه. وعندي 3 ازازات تانية، ازازه احط فيها الانفلوينت، الانفلوينت اللي هو الداخل اللي لسه ما اتعالجش، والبرايمري اللي هو الخارج من المعالجه الابتدائيه، والسكندري اللي هو الميه اللي خارجه من المعالجه الثنائي او البيولوجي. ورقم الازازه عشان ما تلخبطش، عشان لما تحطها في الثلاجه وتيجي تطلع تبقى عارف. دي كانت رقم الازازه، دي طبعا دي تيكت بنحطه او ليبل بنحطه على كل ازازه، ففي ازاز كتير فانت بتاخد 3 4 زجاجات وبتعرف الارقام اللي عليهم. حجم العينه، مش احنا قلنا طبعا البلانك ما بتحطش عينات ميه صرف، لا هي كلها ميه مقطره. طيب الازازه الثانيه قلنا مثلا بتحط 10 جرام من الميه الداخل والباقي، وتملى الباقي ميه مقطر. طب وهنا 10 جرام ميه صرف اللي خارجه من المعالجه الابتدائيه، والباقي تملى الباقي 300 ميه مقطره. طب هنا ليه خدت 25؟ ممكن تاخد 10 بس، هنا هتزود ليه؟ عشان الخارج من المعالجه البيولوجيه او الثانويه، ها، بتبقى ميه اقرب ما يكون ميه نظيفه بدات تروق، فمحتاج شويه جرامات زياده علشان تقدر تعمل التحليل بتاعك يبقى مؤشر جيد، يعني 20 30 مش فرق. طيب بعد كده حجم التخفيف، ها، انت الازازه كلها 300 300 ده ثابت، 300 300 يبقى الازازه بتاعتك 300، عامل التخفيف طبعا ال 300، هنا ال 300 خففت بحاجه؟ لا، هنا ال 300 انت حطيت منها 10 جرام ميه صرف اللي داخل، يبقى 10 على 300 يبقى عامل التخفيف، بتقسم الخانه 3 على الخانه 4 زي ما انا مديها لك كده، يبقى 10 على 300 فيها 33 من 1000، 10 على 300 25 على 300 فيها 83 من 1000. طيب بعد كده الهواء الذائب اللي قسته، مش بعد ما مليت وفضيت الهواء حطيت الجهاز بتاع قياس البي او دي، هنا بص اسال لك كم؟ 9.36، 9.31، 9.28، 9.13. لو تلاحظ ايه اللي حصل؟ جدع، كله قريب من بعضه. ليه؟ علشان معظمه ميه مقطره، لكن بص هنا دي الميه المقطره 9.36، اما بدات تحط شويه صرف بص ايه اللي حصل هنا؟ ها؟ ايه اللي حصل؟ زاد، سوري، قل. ليه قل الاكسجين مستهلك؟ في شويه بكتيريا بدات تاكل في الاكسجين فقلت شويه، ما انت استها لحظه، فاهمني؟ يعني هنا الميه المفروض 9.36، هنا انت حاطط، هنا انت حاطط 300 مللي، هنا انت مش حاطط 300، انت حاطط 290، وال 10 المللي التانيين دول كان فيهم شويه بكتيريا بداوا ياكلوا في الاكسجين، فاهمني؟ ده الهواء الذائب. طب بعد كده تغطيهم وتحطهم في الثلاجه لمده 5 ايام وتطلعهم بعد 5 ايام وتقيس البي او دي. هنا بص اس 8، هنا 1 وشويه، هنا 4 وشويه، هنا 5 وشويه. ده دليل على ايه؟ دليل على البكتيريا قعدت لمده 5 ايام تتغذى على الاكسجين، فهنا وصلته لك لكذا. هنا النقص في الاكسجين بقى الخانه 6 ناقص الخانه 7،
كان في الاول 9 36 بقى 8 49، يبقى ده ناقص ده يديك كذا، ده ناقص ده يديك كذا، ده ناقص ده يديك كذا، ده ناقص 9 13 ناقص 5 83 يديك كذا. الاكسجين المستهلك طول الخانه 8 على الخانه 5 اللي هو عامل التخفيف، يبقى الرقم ده على الرقم ده، طبعا هنا ما فيش، الرقم ده على الرقم ده، يبقى الاكسجين المستهلك 198. ركز معايا، 198 ده ايه؟ ده الداخل، لو طلع ده الانفلوينت الداخل. المحطه كان داخله لك كام؟ 198 و9 يعني 199 مللي جرام في اللتر، يعني اللتر في مواد عضويه تستهلك 198 او 199 مللي جرام، انت متخيل؟ في بكتيريا كتير. بص بعد ما عملت اول معالجه فالبكتيريا شويه اتحجزت فتبقى شويه، فالشويه محتاجين كم مللي جرام؟ قال له 110. بص في المعالجه الثانويه بعد البيولوجيه اللي بيحصل، عشان كده بعض المراحل بتكتفي بالبيولوجيه، كان عندك في الاول 109 199 او 198.9 البكتيريا اللي والمواد العضويه اللي جوه محتاجه اكسجين يساوي 199 مللي جرام في اللتر. بص بعد ما بدات ترسب وتشيل وتصفي وتعمل، اتبقى شويه ها مواد عضويه محتاجه قد ايه؟ 29 و16 مللي جرام. ده دليل المواد العضويه قلت ولا زادت؟ قلت طبعا، مش عايزه تستهلك قد ايه؟ 29. هنا يقول لك كفاءه المعالج. ها تعمل ايه بقى على ايه؟ اهو تعالى نعملها كده بالاله، اهو نعملها، سوري معلش، نعملها بالاله. انت هنا تقول كفاءه المعالجه بتساوي ايه؟ انت عندك الدخل مش كان 198 او 199 مللي جرام، فجاه بقى 110، يبقى كفاءه المعالجه كام؟ تيجي مثلا الاله حاسبه تقول الفرق ما بين الاثنين اللي هو 199، نقول 199 ناقص 110، 199 ناقص 110 على 199، يبقى كفاءه المعالجه 44 من 100، يعني 44.7 او 44.6 64. ماشي، احنا بس عاملين 199 لكن هي 198.9. طب تعرف تجيب لي كفاءه المعالجه؟ يبقى المرحله الاولى كفاءتها 44%، احنا قلنا من 40 ل 50% صح. طب كفاءه المعالجه الثانيه هي كانت 199 بقت 29، يبقى نقول 199 ناقص 29 ده الفرق او ده اللي تم ازالته من ال 199، يبقى على 199، يبقى الكفاءه 85 وشوي. فعلا الكفاءة بتاعتك 85 وشوية. فهمت الدنيا ماشية ازاي؟ كده انت عرفت كفاءة كل محطة. يبقى قبل ما اخش على المعالجة البيولوجية لازم تبقى عارف انت بتقيس كل وحدة معالجة بتقيسها ازاي؟ وقلنا مثال تجربة مهمة زي البي او دي. طيب اخر حاجة نتكلم عليها توتال سسبندد سوليد طبعا، والسي او دي والتوتال سسبندد سوليد كل ده بتجارب، بس انا مش عايز يبقى معظم الشرح بتاعنا تجارب. خلاص انت في تجربه مهمه كريفرنس للباقي. التوتال سسبندد سوليدز تجربه قياس المواد الصلبه العالقه من التجارب المهمه، حيث ان تركيز المواد العالقه الكليه يعتبر من اساس تصميم وتشغيل وحده تشغيل المحطه المعالجه. وخلي بالك احنا بنقيس البي او دي والسي او دي والتوتال سسبندد سوليدز والميكسد ليكر سسبندد سوليد اللي هنشوفه ان شاء الله في الفيديو القادم، دي كلها علشان اعرف حجم الحوض واعرف مدة البقاء في كل حوض وعمر الحمأة، زي ما هنشوف بعد كده البكتيريا دي ليها عمر ليها زمن وبعد كده بتموت قد ايه، عشان ده هيفرق معايا. يتم اخذ عينات واجراء هذه التجارب في الاماكن التاليه. بعمل بقى البي او دي والسي او دي والتوتال سسبندد سوليدز اللي هو المواد الصلبه العالقه. مش في مواد صلبه متطايره؟ ماشي، في مواد صلبه العالقه اللي بتخليها في الميه لسه، لازم تعرف ها قد ايه كام مللي جرام في اللتر، اللتر ما يتصرف فيه كام مللي جرام من المواد الصلبه دي. التجارب دي كلها بقى تجرى هذه التجارب او هذه التجربه في المياه الخام اللي داخله، لازم تعرف المواد الصلبه اللي داخله لك قد ايه لتحديد التركيز عشان نعرف نعمل الكفاءه بعد كده. انت داخل قد ايه وبعد اول مرحله قليت بقيت قد ايه. تجرى بعد احواض الترسيب الابتدائي طبعا لتحديد كفاءه احواض الترسيب من ازاله المواد العالقه وقبل الترسيب، ويتراوح من 60 ل 75%، ده التوتال سسبندد سوليد، لكن البي او دي من 40 ل 50%. تمام؟ والخروج اماكن الخروج الحمأة
ويرجع الى هنا في حاله انخفاض كفاءه الترسيب الابتدائي، يعني هنا بنقول من 60 ل 70 او 75، طب لو قل عن 60% ها يدل على خروج حمأة. هنا الكفاءه مش كويسه، ففي بعض المواد العضويه اللي هي الحمأة بتخرج مع المياه الخارجه من الغدرات، ويرجع ذلك الى انخفاض مده المكوث. الميه قعدت في حوض الترسيب الابتدائي مده اقل من المفروض تقعد، قلنا بتقعد من ساعتين لثلاثه في شرح الفيديو قبل اللي فات في الديزاين بتاع البرايمري سيتلينج تانك، فقعدت اقل ما خدتش وقتها اللي هي تترسب فخرج، او زياده تركيز الحمأة في الحوض، وده هنشوفه ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. اتمنى الفيديو ده يكون عرفت ايه هو توتال سسبندد سوليد، عرفت البي او دي البيولوجيكال اوكسجين ديماند والتجربه الخاصه بيه. ان شاء الله المره الجايه هنبدا نتكلم عن الريتيرن اكتيفيتد سلاج. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.